عليكم جميعا يا حلوين، مساكم فل. طبعا زهقانة انا في البيت وتعبانة شوي، فاجى على بالي اروح اكل بوزة. فالله يرضى عليه، بس اللي هو بيحقق الاحلام ولا منو ولا شنو، طلعته من نص الفيلم عشان اروح اكل بوزة. صراحة جاي على بالي كتير زهقانة. شغلة تانية، احط لكم هلا اشي مفاجأة لكم كلياتكم، مستعدين تشوفوا؟ طبعا هذا جزء صغير بس لبين سون، لبين ما نكمله ونخلصه ونخلص الايديت تبعه نحط لكم اياه كامل. جاهزين ولا مش جاهز؟ احلى مفاجأة. تنام ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كوتش نام خالص كده؟ خالص؟ ده انا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هلا احنا مبدئيا لسه ما خلصنا، ضل يعني مونتاج وهي القصص. شكر خاص كتير لعمر للوحش عمر، الوحش جيد. عمر عن جد انك ابدعت ابدعت ابدعت، ورح يكون لسه في شغل كتير لقدام كتير حلو. رح ننزل نعملكم سكتشات كتير حلو ان شاء الله، فان شاء الله يكون عجبكم. ثانك يو سو ماتش عمر، عن جد انت شخص مبدع مبدع. طبعا اللي ما بيعرف عمر، عمر اللي عمل كليب تبع زين، تبع اغنيه انا انا طب انا طشانه ومش نعسانه ابدا. فشكر خاص لعمر يا زين. تعالي لب لب ما يعرفش احدا. ثانك يو سو ماتش عمر. بدي اشكر للولد خلاص. حضري نفسك هنطلع سوا ونشم الهوا جمعة وسبت واحد. ويا صباح الخير ومساء الخير عليكم جميعا يا حلوين، صباحكم ومساكم فل يا احلى عالم بالدنيا. طبعا انا صحية بكير، بس رحنا انا وتيتي. صباح الخير تيتي. صباح الخير، كيفك حبيبتي؟ انا صاحيه من زمان، يعني صاحيه بدري. اول شيء حابه اصبح عليكم صباح الخير يا احلى عالم بالدنيا، ان شاء الله يكون صباحكم ومساكم حلو وسعاده ورزق يا رب، وان شاء الله يكون الويكند كتير حلو عليكم. رحنا انا وتيتي بس عشان نعملها فحوصات، فدايما بفضل كل حدا كل فتره فتره، مش غلط انك تعمل فحوصات لكل يعني لكل شيء، بس هيك تعمل تشيك اب لانه الواحد ما بيعرف. ولما الواحد بحس بشيء غريب صاير بجسمه ما كان موجود، يعني على السريع ما تستنى على حالك، دائما هي الصحه بني ادم هو الواحد اللي ربنا بيعطيه اياها النعمه. فلما بتحس بشيء غريب دائما على السريع اعمل فحوصات، او بفضل كل 6 شهور او كل 5 شهور الواحد يعمل تشيك اب على حاله، مش غلط انه يشوف اذا في شيء. صباحكم فل يا حلوين وصباحكم عسل. في شغله بس حابه احكي فيها كتير ضروريه. اوكي رجعت لكم بس عشان نزلت تيتي ونزلت معها الاغراض. اوكي مالكم يا يعني ايش في؟ يعني عن جد ايش في؟ يعني فعليا وفهمكم كفايه، يعني مش ضروري احكي كتير، اللي رح يفهم رح يفهم علي. فعلا لما انا حكيت انه شركه كريم من افضل الكوادر اللي فيها، من افضل الكباتن اللي فيها، من افضل الخدمات اللي فيها، فعلا انا ما كنت عن جد اني عم بكذب عليكم. فعلا لما حكيت انه شركه كريم الخدمه تبعتها حتى الكابتن بيسوق زي العالم والناس، فايش مالكم؟ ايش مالكم؟ سوقوا زي العالم والناس، يعني سوقوا لانه رح تروحونا، سوقوا زي العالم والناس لانه رح تروحونا. اضطريت اني انا هلا افتح سناب، مع اني انا يمكن انتم بتقولوا انه مش حلو انه تسوقوا وعم تفتحوا السناب، فاكيد اشي غلط انه الواحد يسوق وعم بيفتح السناب شات لانه ممكن يسبب كوارث لغيره، اوكي، وحوادث لغيره. بس انا هيني صلي من الصبح ما فتحت لكم سناب، اوريدي اني عارف الدنيا عجقه، اوريدي انا معجوقه وطالعه من الصبح، بس اضطريت لانه عن جد اشي بقهر. وانا برايي عن جد شابو لشركه
شكرا كريم على كل خدماتكم اللي بتقدمونا إياها. يعني أنا فعليا لو ما معي سيارة كنت أخذ كريم. فعلا أنا بالنسبة إلي أفضل شركة بالأردن شركة كريم. شابو لكم لكل خدماتكم، وحتى الكابتن تبعونكم اللي بيسوقوا بطريقة منيحة وشوي شوي، اللي ما بيحاولوا يضايقوا الزبون مع كل الأوفرز اللي عندكم ومع كل الخدمات اللي عندكم بنظافة بالسيارات بكل إشي. عن جد شابو شركة كريم وفيهكم زيادة. وما تفكروا انه انا معصبة، ما بدي اياكم تفكروا انه انا يعني معصبة. هو انا معصبة صراحة بس مش كتير، يعني هلا اعطوني 5 دقايق بوصل المكتب وبهدان. بس عن جد لانه صراحة عن جد خلص يعني صرنا عن جد كتير عم نعاني من هذا الموضوع، فاللي فهم علي كتير منيح. فبس صباحكم فل، واشبكم احطيكم اغاني. يلا خلص ما في هون اغاني، بنحط هون اغاني. فعن جد يعني